الانفصال السياسي لحملة امنع معونة. احنا عاملين وقفة النهاردة قدام لجنة الـ50 لنعرض مطالب الحملة في الدستور اللي أهمها التأكيد على هوية مصر العربية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمصريين والتأكيد على سيادة الشعب وأن الشعب هو مصدر السلطة. احنا بنحاول بوقفتنا النهاردة والسلسلة البشرية اللي احنا عاملينها قدام مجلس الشورى اللي احنا نوصل مطالبنا دي للجنة الـ50. تمام. ايه المطالب اللي هي انا سامع كان في حد بيقول في 3 مطالب للدستور اللي هي الماده الاولى ترجع او حاجه زي كده. المطالب تلخص في التاكيد في الماده الاولى على هويه مصر العربيه، والمطالب الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه للمصريين، حق التعليم، حق السكن، حق العمل، حق العلاج، والتاكيد على ان الشعب المصري هو مصدر السلطات، وهو ده الاساس اللي احنا بنين عليه حملتنا. يعني احنا الحمله متوجهه بالاساس الشعب المصري باعتباره مصدر للسلطات في مصر، ودي هي المطالب اللي احنا بناكد ان هي لازم تبقى متضمنه في الدستور المصري. تمام. هيكون لكم مثلا وقفات قدام اي مباني حكوميه او منشات؟ احنا الحمله بالاساس هي حمله جمع توقعات لرفض المعونه الامريكيه. تمام. لان احنا شايفين ان بدون استقلال مصر الوطني مش هنقدر ان احنا نحقق اهداف الثوره من عيش وحريه وعداله اجتماعيه، وعلشان نحقق مطلب الاستقلال الوطني هذا طريقنا الاساسي هو جمع التوقعات لرفض المعونه الامريكيه. وبالتالي احنا في الدستور بنحاول احنا نطلب مطالبنا اللي ليه علاقه بالاستقلال الوطني بحيث ان هي تبقى متضمنه بالدستور. فهي الحمله بتعمل عديد من الفعاليات، من سلاسل بشريه، من ندوات توعويه لجمع توقعات بهدف الاستقلال الوطني. شكرا. تعرف بيك؟ محمود رضوان، عضو في حمله امنع معونه. تمام. ايه سبب الوقفه؟ انت جاي النهارده شافك ماسك. احنا النهارده جايين نعرض المطالب الاساسيه بتاعتنا في الدستور، زي الحقوق اللي عندنا 4 حقوق بنطالب ان هم يكونوا متضمنين في الدستور الجديد او في التعديلات الدستوريه، زي حق التعليم وحق العلاج وحق العمل وحق السكن. وكمان بنطالب ان احنا ما نتنزلش عن السياده في الدستور الجديد، وكمان ان الشعب المصري يبقى فيه ماده خاصه ان الشعب المصري جزء من الامه العربيه ويعمل على وحدتها. تمام. انت الوقفه هتستمر لمده قد ايه، او مثلا لحد امتى، او لحد ما حد مثلا من جوه يطلع يتكلم معاكوا او ايه؟ هي الوقفه هتستمر شويه، يعني مش متحدد لها مده معينه. تمام. طب ليكوا اي مطالب تاني مثلا؟ هو المطلب الاساسي للحمله هو منع المعونه الامريكيه او قطع المعونه الامريكيه عشان نحقق الاستقلال الوطني بتاعنا. بس قطع المعونه الامريكيه ده بند من بنود معاهده كامب ديفيد، هو خلل بالمعاهده ده خطا شائع عند الناس، لان هو ما فيش بند في المعاهده او حتى في الملحقات بتاعتها المختلفه بنص ان المعونه جزء من المعاهده، بس هي تعتبر زي كانت رشوة سياسية عشان نقبل بماضي معاهدة السلام. شكرا. تعرف ليك؟ محمد شرف، مناسب حملة امنع معونة. انا عاوز اعرف هدف الحمله النهارده، هدف الوقفه اللي قدام مجلس الوزراء، خاص مجلس الوزراء، مجلس الشورى. الحمله في الاساس بتعمل على قضيه استقلال الوطن وتحرير القرار المصري وتحرير الاراده المصريه عبر منع المعونات المشروطه اللي بتتحكم في القرار المصري. النهارده جايين قدام مجلس الشورى لان هو مقر اجتماع لجنه الـ50، بنطالب بان الدستور القادم ينص على 3 مواد بشكل صريح لا تقبل التأويل، منها مادة إن الشعب المصري جزء من أمته العربية ويعمل على وحدته الشاملة، منها مواد الخاصة بالعدالة الاجتماعية، الحق في التعليم والحق في السكن والحق في العلاج والحق في العمل، منها المادة الخاصة بالسيادة المصرية. دول الثلاث مواد اللي بنطالب بيها، مش مواد خلافية، مش بنزايد على أي فصيل سياسي أو طرف، هي مواد حق الشعب المصري. يعني إحنا لسان الشعب المصري في المطالبة منها تتضمن الدستور القادم. تمام. في مثلا حد مثلا فقهاء او قضاء او حد انضم للحمله؟ احنا معانا الفقيه الدستوري عصام الاسلامبولي، معانا المستشار كمال الاسلامبولي، دول ابرز قانونيين، تهاني الجبالي، مستشار تهاني الجبالي، دول ابرز القانونيين. عندنا دكتور احمد سنه نجار الاقتصادي، الخبير الاقتصادي، دكتور عبد الحليم قنديل الصحفي والسياسي المعروف، عندنا من اعضاء اللجنه اللي متضامن معانا وموقع معانا واتصال بينا سامح السريتي، الفنان سامح السريتي، عندنا من وزراء الحكومه الحاليه دكتور احمد البرع، دكتور والوزير كمال ابو عيطه،
عندنا تقريبا من كل الاطياف، في ناس ممثلين، احنا اكتر من 50 شخصية عامة معروفة للشعب المصري متضمنة معنا في الحمله. تمام. مثلا في يعني حاجات او وقفات هتبقى وقفات تاني قدام اي مجلس الشورى مثلا، مجلس الشعب، او هتروح مثلا قدام اي قصر اتحاديه او كده؟ لا لا، واحنا احنا حضرتك مش عملنا ملوش صله، احنا في الاساس بنجمع توقيعات لرفض المعونه الامريكيه. الحمله خاصه مهمومه بالاستقلال الوطني وتحرير الاراده المصريه والقرار الوطني، لكن النهارده احنا جينا قدام مؤسسه من مؤسسات الدوله لان مطلبنا دستوري، مطلب بنطالب بثلاث مواد دستوريه، فاحنا جايين قدام اجتماع، لكن لا بنفكر نروح قدام اتحاديه ولا بنفكر الا اذا تطور الامر ولينا مطلب معين من مؤسسه. تمام. احنا ما لناش اي مطلب دلوقتي غير من مؤسسه الرئاسه القادمه، احنا بنجمع التوقعات هتتقدم للرئيس القادم. مش لا لا لا، للرئيس القادم، احنا هنقدمها للرئيس المنتخب، مش هنثقل على الاداره المصريه الحاليه، احنا هنقدمها للرئيس المنتخب ومؤسسه المنتخب والشعب المصري، بان ده راي الشعب المصري في المعونه الامريكيه وفي مصر كيف تدار مصر في الفتره القادمه. جينا قدام مجلس الشورى لان مطلبنا، قدام لجنه الخمسين لان مطلبنا ثلاث مواد دستوريه بنطالب على ان الدستور القادم ينص عليها. تمام. بس انا مش شايفكم بتوزعوا استمارات على حد رايح. لا، ما احنا احنا معانا استمارات، ومش المكان مش ملائم لاننا نجمع استمارات، المكان ما فيهوش تواجد كتير من الناس. احنا لنا مطلب اساسي ان مجلس الشورى يلتفت للثلاث مواد اللي احنا مطالبينهم، مش اكتر. الان الهدف من الوقفه اليوم. شكرا. عفوا.